مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. نستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. أجواء حارة نسبيا إلى حارة في معظم أجزاء المملكة، بعض الأيام تسقط زخات رعدية من مطر في المناطق الجنوبية الغربية، وأيضا يوم الثلاثاء احتمال سقوط زخات رعدية من مطر في المناطق الشمالية وخاصة الشمالية الغربية من المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض الأيام ونبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد أجواء حارة نسبيا في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية العظمى 37 والصغرى 22، الشمالية الشرقية 34 و21، أجواء حارة في المنطقتين الشرقية والوسطى، الشرقية 39 إلى 26 والوسطى 40 إلى 28، وأيضا أجواء حارة في المنطقة الغربية 41 العظمى المتوقعة والصغرى 30، المنطقة الجنوبية الغربية 28 إلى 17 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء حارة نسبيا في المناطق الشمالية، حارة في المنطقتين الشرقية والوسطى وأيضا المنطقة الغربية، المنطقة الشمالية الغربية 36-23 والمنطقة الشمالية الشرقية 37-23، المنطقة الشرقية 38-26 والمنطقة الوسطى 39-28 والمنطقة الغربية 40-30 والمنطقة الجنوبية الغربية 27-17 درجة مئوية. يوم الثلاثاء تتأثر المناطق الشمالية من المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتكاثر الغيوم، فرصة لسقوط زخات رعدية من مطر في المناطق الشمالية من المملكة وبالذات المنطقة الشمالية الغربية وأحيانا المنطقة الشمالية الوسطى والشرقية، وبالتالي بتكون الأجواء غائمة جزئيا وزخات رعدية مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا. العظمى في المنطقة الشمالية الغربية 36-20، المنطقة الشمالية الشرقية 35-21، أجواء حارة في المنطقة الشرقية 39-26، حارة في المنطقة الوسطى 38-29 وحارة في المنطقة الغربية 37-30، أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر، زخات رعدية في المنطقة الجنوبية الغربية 27 إلى 17 درجة مئوية. يوم الأربعاء انخفاض في المناطق الشمالية بشكل واضح، أجواء تقريبا معتدلة إلى حارة نسبيا في النهار، معتدلة بالليل، المناطق الشمالية الغربية 33-20 والمناطق الشمالية الشرقية العظمى 31 والصغرى 22، أجواء حارة نسبيا إلى حارة في المنطقة الشرقية 37-27 والمنطقة الوسطى أجواء حارة 39-26، أجواء حارة نسبيا إلى حارة في المنطقة الغربية 37-29 والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا، العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية. يوم الخميس استمرار أجواء ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 32-19 والمناطق الشمالية الشرقية 32-20، أجواء حارة نسبيا إلى حارة، المنطقة الشرقية 37-26، المنطقة الوسطى 38-26 والمنطقة الغربية 37-29 والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 25 العظمى والصغرى 17 درجة مئوية. يوم الجمعة استمرار الأجواء تقريبا معتدلة في المناطق الشمالية الغربية، العظمى المتوقع 31 والصغرى 16 حتى تميل الأجواء إلى البرودة ليلا، وأيضا المنطقة الشمالية الشرقية حارة نسبيا 34 العظمى والصغرى 19، المنطقة الوسطى حارة 38-27
والمنطقة الشرقية حارة 38-26، حارة نسبيا إلى حارة في المنطقة الغربية 35-29، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا، والعظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.